مثل الجليل بشير التلميذ الطاهر فنصير المشكوك يا رب الزمان لما قرب يسوع من اورشليم وجاء الى بيت الساجي عند جبل الزيتون حينئذ ارسل تلميذين وقال لهما اذهبا الى القريه التي امامكما وللوقت تجدان اتانا مربوطه وجحشا معها فعلاهما واتيان بهما فان قال لكما احد شيئا فقولا ان الرب يحتاج الينا فيرسلهما للوقت فلما هذا كله كان ليتم ما قيل بنبي القائل قولوا لابنة زيهون وذا ملكك يأتيك وديعا راكبا على أتان وجحش لفئتان فذهب التلميذان وصنعا كما أمرهما يسوع وأتيا بالأتان والجحش ووضعا ثيابهما عليهما وأجلسا فوقهما وفرش الجمع الكثير ثيابه في الطريق وآخرون قطعوا أغصانا من الشجر وفرشوا الطريق وكان الجمهور الذين يتقدمونه والذين يتبعونه يصرخون قائلين أوشعنا لابن داود مبارك الآتي باسم الرب خشعنا في الأعالي ولما دخل أورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة من هذا فقالت الجمهور هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل ولما رأى رؤساء الكهنة والكتب العجائب التي صنع والفتيان يصيحون في الهيكل ويقولون هشعنا لابن داود غضبوا وقالوا له أتسمع ما يقول هؤلاء فقال لهم يسوع نعم أما قرأتم قط من أفواه الأطفال والرضع هيات تسبيحا وتركهم